بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 138. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب الربا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: أبواب الربا. الربا في اللغة الزيادة، يقال ربى الشيء إذا زاد، يربو، ربى يربو إذا زاد. والمراد به هنا زيادة مخصوصة، زيادة مخصوصة، وليس كل زيادة، وإنما زيادة مخصوصة، وذلك في الأشياء التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يدخلها الربا، على أنه يدخلها الربا، مثل النقود، النقود من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية، إذا بيع بعضها ببعض، وهذا ما يسمى بالصرف، ما يسمى بالصرف. وكذلك الأنواع من الطعام التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على دخول الربا فيها، مثل البر بالبر، الشعير بالشعير، وتمر بالتمر، الزبيب بالزبيب، الأشياء الستة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يدخلها الربا إذا بيع بعضها ببعض. فاختلف العلماء هل يقتصر على هذه الأصناف التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقاس عليها كل ما شاركها في العلة التي من أجلها حرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا فيها. الجمهور على أنه يقاس عليها كل ما شاركها في العلة التي من أجلها حرم الربا فيها، والظاهرية يقتصرون على هذه الأشياء المنصوصة، يقولون هذه يدخلها الربا وما عداها فلا يقاس، لأن الظاهرية لا يقولون بالقياس، أما الجمهور فإنهم يقولون بالقياس، قياس العلة يقولون به. فالعلة التي من أجلها حرم الربا في هذه الأصناف الستة، إذا كانت موجودة في غيرها فإنه يحرم فيه الربا قياسا عليها: التمر بالتمر، والملح بالملح، والزبيب بالزبيب، والبر بالبر، والشعير بالشعير. نعم. أبواب الربا، باب التشريع، باب التشريع. أبواب الربا، الربا ينقسم إلى قسمين: ربا فضل وهو الزيادة، وربا نسيئة، لأن يباع بعضها على بعض مؤجلا. نعم. أبواب الربا، باب التشديد فيه. تشديد في الربا، الله جل وعلا شدد الوعيد على أكل الربا، قال سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. لا يقومون يعني من قبورهم، إذا بعث الناس من قبورهم
فإنهم يسيرون إلى المحشر ويسرعون السير إلى المحشر إلا أكلت الربا فإنهم تثقل بطونهم فلا يقدرون على المشي، كل ما قاموا سقطوا فهم مثل المصروع بالجن الذي يصرعه الجن يقوم ويسقط. هكذا آكل الربا إذا بعث الناس من قبورهم والعياذ بالله، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لأن الشيطان يتخبط الإنسان ويمسه بالجنون فيصاب بهذا إذا سلطه الله سبحانه وتعالى على الإنسان. ولهذا يتحرز الإنسان من الجن بذكر الله عز وجل، تحرز من الجن بذكر الله وبالأوراد الصباحية والمسائية، تحرز من الجن فلا يضرونه بإذن الله. أما إذا أهمل نفسه فإن الجن يتسلطون عليه. نعم. باب التشديد فيه. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم، هذا من الوعيد على أكل الربا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن فيه أربعة، لعن فيه أربعة: آكل الربا وهو الذي يأخذ الربا من الناس، وموكله وهو الذي يدفعه، يدفع الربا للمرابي، وشاهديه الذين يشهدون على العقد، وكاتبه يكتبون عقود الربا، كلهم ملعونون. هذا يدل على شدة تحريم الربا والعياذ بالله. لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيه هؤلاء الأربعة لأنهم تعاونوا، لأن من أكل الربا هذا أكل حراما، والذي لم يأكله وشهد عليه أو كتبه تعاون مع آكله، تعاون مع آكله بالكتابة وبالشهادة. هذا يدل على تغليظ تحريم الربا. نعم. رواه الخمسة وصححه الترمذي، غير أن لفظ النسائي قال: آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نعم، إذا علموا ذلك، إذا علموا بالربا فإنهم تعمدوا أكله فتلحقهم اللعنة من الله، واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ما إذا لم يعلموا فإنهم لا يؤخذون على ذلك حتى يعلموا ويتبين لهم. نعم. وعن عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه قال: غسيل الملائكة، حنظلة غسيل الملائكة، ليه؟ لأنه لما تزوج، أول ما تزوج دخل على زوجته، فلما وقع عليها يجامعها سمع الصوت في أحد، في غزوة أحد، سمع الصوت في غزوة أحد، فقام من على امرأته وأخذ السلاح وذهب يجاهد مع المسلمين وعليه الجنابة، استشهد رضي الله عنه، قتل في معركة أحد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم تغسله الملائكة، تغسله من الجنابة، فسأل عنه ما حاله، قالوا: هذه حاله، أنه قام من على امرأته وأخذ السلاح وذهب إلى المعركة. نعم. وعن عبد الله، لذلك سمي غسيل الملائكة. نعم. وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، رواه أحمد. درهم الواحد من الربا أشد من 36 زنية، مع تحريم الزنا وأنه من أكبر الفواحش وإثمه أشد، فالذي يأكل درهما واحدا من الربا أشد عذابا من الذي يزني 36 زنية، يدل على تحريم الربا وشدة عذابه والعياذ بالله. نعم. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، رواه أحمد. هذا إذا كان درهم واحد، فكيف اللي عندهم ملايين من الربا؟ كيف اللي عندهم أرصدة ضخمة من الربا والعياذ بالله؟ عذابهم أشد وأشد. نعم. باب ما يجري فيه الربا. ما يجري فيه الربا، يجري الربا في النقود إذا بيع بعضها ببعض وفيها زيادة بعضها على بعض، ويجري البر بالبر والتمر بالتمر، الشعير بالشعير، والملح بالملح، الزبيب بالزبيب. نعم، هذه التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقاس عليها كل ما شاركها في العلة التي من أجلها حرم الربا. نعم. باب ما يجري فيه الربا. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. الذهب بالذهب أو الأوراق النقدية، لأنها تقوم مقام الذهب والفضة فتأخذ حكمها، فلا يجوز أن يباع درهم بدرهمين أو يباع درهم بدرهمين غائبا وهو ربا النسيئة. نعم. الربا ينقسم إلى قسمين: ربا فضل وهو الزيادة، وربا نسيئة يعني تأجيل. نعم. لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يعني بالميزان، بالميزان، فلا يزاد بعضها على بعض. نعم. إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض. ولا تشف يعني لا تزيد بعضها على بعض، مثلا بمثل، ثم قال ولا تشف بعضها على بعض، هذا من باب التأكيد، وإلا قوله مثلا بمثل يكفي، لكن أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تشف يعني تزيد بعضها على بعض. نعم. ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل. الورق هو الفضة، هو الفضة، ابعثوا أحدكم بورقكم، هذه يعني الفضة، لقودهم الفضة، ما هو بالورق النقدي، لا، الورق بكسر الراء المراد به الفضة. نعم. ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، تزيد يعني لا تزيد بعضها على بعض. نعم. ولا تبيع منهما غائبا بناجز، هذا ربا النسيئة، لا تزيد هذا ربا الفضل، ولا تبيع غائبا بناجز هذا ربا النسيئة. نعم. متفق عليه. وفي لفظ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه الستة نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها يدخلها الربا، ربا الفضل وربا النسيئة، ويقاس عليها عند الجمهور كل ما شاركها في العلة التي من أجلها حرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا، والعلة فيها الكيل أو الوزن. نعم. الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد،
مثلا بمثل، هذا منع الزيادة، يدا بيد هذا منع التأجيل، إذا النسيئة. نعم. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. من زاد يعني بذل الزيادة، أو استزاد يعني طلب الزيادة، فقد أربى. نعم. فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء. أي نعم، لعن آكل الربا وموكله، لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. الآخذ والمعطي فيه سواء، رواه أحمد والبخاري، وفي لفظ: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، رواه أحمد ومسلم. تأكيدات، هذه تأكيدات. مثلا بمثل يعني في الوزن، تساوي في الوزن. مثلا بمثل، سواء بسواء، هذا تأكيد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل. نعم. والفضة بالفضة، وزنا بوزن، مثلا بمثل. نعم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. فمن زاد التمر بالتمر، هذا واحد. نعم. والحنطة بالحنطة، حنطة بالحنطة، هذا الثاني. نعم. والشعير بالشعير، الشعير بالشعير، هذا الثالث. والملح بالملح، والملح بالملح، هذا الرابع. هذه نص النبي صلى الله عليه وسلم على دخول الربا فيها، يقاس عليها كل ما شابهها في العلة، والعلة اختلف العلماء فيها، والمذهب أن العلة الكيل أو الوزن، أنها تكال أو توزن، هذه العلة فيها. ومن العلماء من يقول العلة فيها الطعمية، لأنها طعام الناس، طعمية لأنها طعام الناس. الحنابلة يقولون العلة من مركبة من شيء، من الكيل والوزن، ومن الطعمية، كونها مما يطعم ويقتات ويدخر. نعم. التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. مثلا بمثل، هذا منع التفاضل والزيادة. يدا بيد، هذا منع التأجيل. نعم. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فمن زاد بذل الزيادة أو استزاد يعني طلبها في هذه الأشياء فقد أربى، يعني وقع في الربا. نعم. فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه، رواه مسلم. إلا ما اختلفت ألوانه، إذا بيع بر بشعير تجوز الزيادة، لكن ما يجوز التأجيل. بيع تمر ببر يجوز الزيادة في الكيل، لكن ما يجوز التأجيل. يجوز الزيادة لاختلاف الجنس، ولكن ما يجوز التأجيل، وهو ربا النسيئة. نعم. وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، رواه مسلم والنسائي وأبو داود. إلا وزنا بوزن، تساوي في الوزن، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، لازم من التساوي في الوزن. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء. إلا سواء بسواء، يعني في الوزن، لا يزيد بعضها على بعض. نعم. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا. أي نعم، إذا كان يدا بيد. أما إذا اختلف الجنس يجوز التفاضل، لكن يحرم النسيئة، تحرم النسيئة فيها. نعم. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، أخرجاه. يعني بالزيادة لا بأس، إذا اختلف الجنس، ذهب بالفضة، تمر بالبر،
تجوز الزيادة لاختلاف الجنس، بيعوا كيف شئتم، لكن ما يجوز التأجيل وهو النسيئة. نعم. وفيه دليل على جواز الذهب بالفضة مجازفة. يقول المؤلف: وفي الحديث دليل على بيع الفضة بالفضة مجازفة، يعني من غير معرفة الوزن، لأنه اختلف الجنس. الزيادة لا مانع منها، لا مانع منها، اختلف الجنس، فضة بذهب اختلف الجنس، بيعوا كيف شئتم. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. الذهب بالذهب ربا، يعني ربا نسيئة، يدخله ربا نسيئة، ويجوز الزيادة لاختلاف الجنس. الذهب والفضة يجوز الزيادة بعضها على بعض، اختلف الجنس، لكن لا يجوز التأجيل الذي هو النسيئة، لا بد من التقابض. نعم. الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. والمراد بالورق الفضة، ابعثوا أحدكم بورقكم هذه، يعني الفضة التي معهم. نعم. الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. متفق عليه. إذا اتفق الجنس تمر بتمر، بر ببر، شعير بشعير، يحرم الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة. أما إذا اختلف الجنس فإنه يجوز التفاضل ويحرم النسيئة. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل. مثلا بمثل، يعني من غير زيادة في الوزن أو الكيل، لا بد من التساوي، مثلا بمثل، لاتحاد الجنس، ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، بر ببر، وهكذا. هنا يحرم النوعان، الزيادة والنسيئة، ربا الفضل وربا النسيئة إذا اتحد الجنس. نعم. مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. يدا بيد، هذا منع النسيئة والتأجيل، فهذا فيه تحريم الربا بنوعيه إذا اتحد الجنس، فإنه يحرم الربا فيها بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة. أما إذا اختلف الجنس فإنه يجوز التفاضل ويحرم النسيئة. نعم. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم، يعني يجوز التفاضل فيها اختلاف الجنس، لكن لا بد من التقابض في المجلس. نعم. رواه أحمد ومسلم وللنسائي وابن ماجه وأبي داود نحوه وفي آخره: وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. إيه نعم، اختلف الجنس يجوز التفاضل بين البر والشعير، صاع مثلا من البر بصاعين من الشعير، يجوز هذا الاختلاف الجنس، لكن لا بد من التقابض، لا يجوز التأجيل. نعم. وهو صريح في كون البر والشعير جنسين. نعم، هذا رد على اللي يقولون، في من يقول من العلماء إن الشعير والبر جنس واحد، الرسول فرق بينهما فدل على أنهما جنسان. نعم. وعن معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام، مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه أحمد ومسلم. طعام بالطعام، مثلا بمثل، وكان طعامهم يوم، يعني وقت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يأكلون الشعير،
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل الشعير عليه الصلاة والسلام، هو طعامهم، فيجب التساوي والتقابض في الشعير لاتحاد الجنس. نعم. وعن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وعن الحسن، الحسن يعني البصري، الحسن البصري. نعم. وعن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به. رواه الدارقطني. نعم. إذا اتحد الجنس مثل تمر بتمر، بر بر، شعير بشعير، فلا بد من التساوي في الكيل والوزن، ولا بد من التقابض، ولا يجوز التأجيل، يحرم الربا بنوعه. ما إذا اختلف الجنس فبيع تمر ببر مثلا، يجوز التفاضل. إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، لكن إذا كان يدا بيد فيجوز التفاضل ويحرم التأجيل اللي هو النسيئة. نعم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ أكل. فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. رواه البخاري. نعم. الجنيب هو الجيد، تمر الجنيب هو الجيد، والنوع الثاني هو ردي الجمع. الجمع هذا الردي، هذا الردي من التمر. إذا بيع الجنيب وهو الجيد بالجمع فإنه يجب التساوي في المقدار، ولا يجوز، ما يقال هذا ردي وإذا جيد نبي نزود، لا، هذا جنس واحد، لا يجوز. وإن كان مختلفا في الصفة، ما دام أنه جنس واحد وإن كان مختلفا بالصفة، هذا جيد وهذا ردي، فلا بد من التساوي. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب يعني جيد من خيبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، إننا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. قال: أوه عين الربا، لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا، بع الرديء بدراهم ثم اشتر بالدراهم الجيد الجنيب. نعم. وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها، لأن قوله في الميزان أي في الميزان مثل ذلك، يعني قال في الذي يوزن مثل ما قال في المكيل، سواء بسواء. نعم. وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها، لأن قوله في الميزان أي في الموزون. نعم. وإلا فنفس الميزان ليست من أموال الربا. الميزان آلة، ما هو يقصد الرسول، ما هو يقصد الميزان اللي هو الآلة، إنما يقصد الموزون. نعم. باب في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. نعم. فيمنع الخرص في هذه الأمور، فلا يقال هذا متساويات بالخرص، ما يجوز الخرص في هذا، لأنه لا تؤمن الزيادة، لابد من التحقق في التساوي. نعم.
باب في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتساوي في أموال الربا كالعلم بالتفاضل، كلاهما حرام ولا يكفي الخرص فيها. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر. لا الصبرة يعني الكومة، الصبرة يعني الكومة من التمر. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم والنسائي. فإذا كان فيه كومة من التمر ما يكفي الخرص فيها، قال تيجي كذا وكذا، لا، لابد تكال أو توزن، لابد من هذا خروجا من الربا، فلا يجوز الخرص في الربويات، لابد من التحقق. ولهذا قالوا: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فكما أن العلم بالتفاضل حرام، فكذلك الجهل بالتساوي حرام، لابد من التحقق من التساوي. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر. الكيل المسمى يعني المعلوم. نعم. رواه مسلم والنسائي، وهو يدل بمفهومه على أنه لو باعها بجنس غير التمر لجاز. لو اختلف الجنس يجوز، إذا اختلف الجنس يجوز، تجوز الزيادة، ولكن يحرم التأجيل. نعم. باب من باع ذهبا وغيره بذهب. كذلك هذا بيع جنس بجنس، ربوي بربوي، فلا بد من التساوي. نعم. باب من باع ذهبا وغيره بذهب. عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت قلادة يوم خيبر بإثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز. نعم. إذا بيع شيء من الذهب ومع الذهب شيء آخر مثل الخرز، فلا تباع القلادة بالنقود بذهب أو فضة، ما تباع القلادة حتى يفصل الذهب الذي فيها، فيباع بمقداره، ويباع الخرز بما شاء، لأن الخرز غير ربوي، فإذا اختلط ربوي مع غير ربوي فلا بد من فصل الربوي وبيعه على حدة من التساوي، وأما ما ليس بربوي فيباع بأي شيء يتفقان عليه مثل الخرز. نعم. عن فضالة ابن عبيد قال: اشتريت قلادة يوم خيبر بإثني عشر دينارا. يوم خيبر، خيبر كانت شمالي الحجاز، شمالي المدينة، وهي أرض نخيل، أرض نخيل كثيرة، فتحها المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوها من اليهود، غنموها غنيمة، فقال اليهود: نحن أعلم بزراعتها وبحرثها وبسقيها، فالرسول مسكهم إياها، مسكهم إياها بجزء من غلتها، يزرعون يسقون النخيل بجزء من الغلة أجرة لهم. نعم. اشتريت قلادة يوم خيبر بإثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز. دينار، المراد بالدينار هو في ذاك الوقت الذهب، المراد بالدينار في ذاك الوقت الذهب، فالنقد من الذهب يسمى دينار، والنقد من الفضة يسمى ورقا. نعم. فيها ذهب وخرز ففصلتها ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت يعني ذهب أكثر من اثني عشر من الذهب. نعم. ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يباع حتى يفصل، رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه. فضالة اشترى جميعا،
الخرز والذهب، اشتراها جميعا بذهب، اشتراها جميعا بذهب. النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك حتى يفصل الذهب ويباع بمقداره من غير زيادة، ويباع الخرز بما شاء. نعم. وفي لفظ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تميز بينه وبينه، فقال إنما أردت الحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تميز بينهما. قال إنما أردت الحجارة يعني الذهب، أنا ما أبي الخرز، الخرز ما أبيه أنا، لكن أنا أبي الذهب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا، حتى تفصل فيباع الذهب بوزنه من غير زيادة، ويباع الخرز أو مجانا كيفه، ما في شيء الخرز. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تميز بينهما. قال فرده حتى ميز بينهما، رواه أبو داود. رده النبي صلى الله عليه وسلم حتى فصل بين الذهب والخرز، فباع الذهب بوزنه وباع الخرز على حدة بما شاء. نعم. باب مرد الكيل والوزن. يعني الكيل والوزن، عرفنا أن الكيل في الأشياء التي تكال مثل التمر والبر والملح ونحو ذلك، والوزن في الأشياء التي توزن مثل الذهب والفضة، وهذا يوزن، هذا يوزن، يباع بالوزن، والمكيل يباع بالكيل. طيب الكيل وين يعرف؟ أي عرف يعرف به أن هذا مكيل وهذا موزون؟ يرد إلى عرف أهل مكة، يرد إلى عرف أهل مكة والمدينة، فما كان يكال في مكة والمدينة فهو مكيل، ما كان يوزن في مكة والمدينة فهو موزون. نعم. باب مرد الكيل والوزن. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. نعم. رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله تعالى. فما كان يوزن في مكة فهو المعتبر أنه موزون، وما كان يكال في المدينة فهو المكيل الذي يعتبر في البيع والشراء. نعم. المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة، رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله تعالى. باب النهي عن بيع كل رطب من حب أو تمر بيابسه. كل رطب. باب النهي عن بيع كل رطب من حب أو تمر بيابسه. نعم. لا يجوز بيع الربوي الرطب بالربوي اليابس، لأن اليابس يختلف وزنه عن الرطب، ولا يعرف التساوي حينئذ. فلا يباع تمر رطب بتمر يابس، تمر مكنوز، ما يباع الرطب وهو الجديد بالتمر حتى يعرف الوزن. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا. نعم. نهى عن المزابنة، وهو أن يبيع التمر على رؤوس النخل بتمر كيلا، هذا ما يجوز لأنه يدخله الربا. إلا العرايا، العرايا كأذى يأتي بيانها. نعم. وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا. وإن كان كرما. نعم. أن يبيعه. الكرم هو العنب. نعم. وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله، متفق عليه. يعني لا يباع الرطب باليابس من الربويات، لا بد من التساوي. نعم.
ولمسلم في رواية وعن كل ثمر بخرصه. لا يباع الثمر بالخرص إذا كان بجنسه، إذا كان بيع بجنسه فلا يباع بالخرص. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، كلاهما حرام. أما إذا باعه بغير جنسه فلا بأس، مثل بيع التمر بدراهم ما في بأس، بيع التمر ببر بشعير ما في بأس، يجوز التفاضل والزيادة. نعم، لكن لابد من التقابض. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه الترمذي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، فقال للحاضرين: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: لا. إذن فالرسول يعلم، وكل يعلم أن الرطب ينقص إذا جف، لكن أراد أن يقرر هذا لهم، هذا استفهام تقرير وبيان للعلة أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر لأن التمر ينقص إذا جف. نعم. باب الرخصة في بيع العرايا. العرايا أن يحتاج إلى أن يشتري نخلة لأجل أن يأكلها تمر رطبا، هو وأولاده يأكل رطب مع الناس وما عنده دراهم يبي يشري نخلة، لا بأس أنه يشتريها بتمر جاف، يشتريها بالخرص في هذه الحالة، يشتريها بالخرص في هذه الحالة، فيقال: كم تجي هذه النخلة إذا جفت؟ يقال: كذا وكذا. يعطيه وزنها من التمر وهو الجاف، ويأخذ الرطب شيئا فشيئا يأكله هو وأولاده. هذه رخصة، ولا الأصل فيها أن هذا حرام، لكن رخص فيها لأجل الحاجة، لأجل حاجتهم إلى الرطب، وهم ما عندهم دراهم يشرون رطب، عندهم تمر جاف، رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقدر الحاجة ليأكلوا مع الناس، يتفكهوا مع الناس. نعم. باب الرخصة في بيع العرايا عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا فإنه قد نهى عن المزابنة. المزابنة وش هي المزابنة؟ انتبهوا. نعم. بيع الثمر بالتمر، الثمر بالتمر، ثمر النخل بالتمر الجاف، هذه المزابنة، هذه بيع المزابنة، إلا أنه استثنى منها العرايا للحاجة إليها. نعم. نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم، أذن لهم نظرا للحاجة، يحتاجون أنهم يأكلون من الرطب مع الناس، ولكن ما عندهم دراهم يشترون، عندهم تمر فاضل، عندهم تمر من العام الماضي، رخص لهم أن يشتروا بالتمر هذا رطبا على رؤوس النخل يأكلونه شيئا فشيئا نظرا لحاجتهم. نعم. إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم. رواه أحمد والبخاري والترمذي، وزاد فيه: وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه. نعم، إذا بيع الثمر بالثمر فلا يجوز إلا بالتساوي، ما يكفي الخرص. نعم. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا. نهى عن بيع الثمر، ثمر النخل، بالتمر لأن هذا رطب وهذا يابس، وينقص التمر إذا الرطب ينقص إذا جف، فيكون هذا ربا الفضل. نهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه رخص في العرايا لحاجة الناس إليها.
أن يشتري ثمرا على رأس النخلة يتقوته شيئا فشيئا بما عنده من التمر بخرصه من التمر، هذه رخصة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والرخصة غير العزيمة، الرخصة للحاجة والضرورة بخلاف العزيمة. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن تشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبا، متفق عليه. إيه نعم، ما عندهم غير تمر والناس يأكلون رطب، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم رخصة، ذي رخصة من شيء ممنوع، رخص لهم أن يشتروا بهذا التمر رطبا يأكلونه على رؤوس النخل شيئا فشيئا، هذه رخصة. نعم، والرخصة غير العزيمة. نعم، الرخصة تكون في الحاجة والضرورة. نعم. وفي لفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، متفق عليه. نعم، لأجل أن يتفكهوا مع الناس ويأكلوا الرطب، يشترونه بتمر بخرصه من التمر تقديره، رخص في هذا لأجل حاجة الناس إلى هذا، الناس يأكلون رطب وهؤلاء يأكلون تمر جاف، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتروا بما عندهم من التمر، يشترون نخلة رطبا على نخلة يأكلونه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، رواه أحمد. أي نعم، الوسق 30 صاعا، الوسق 30 صاعا من التمر، والوسقين 60 صاع، والثلاثة 90 صاع، هذه يحتاج الناس أنهم يأكلونها رطبا مع الناس ولا ينحرمون من أكل الرطب، رخص لهم صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا. انتبهوا، بيع العرايا شرحها لكم فقال. نعم. أو عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا، أن تباع النخلة الرطب على النخلة بخرصه كيلا من التمر الجاف لأجل حاجة الناس إلى هذا، أما من عنده دراهم ما يجوز له هذا، الرخصة ذي لإنسان ما عنده دراهم، ما عنده إلا تمر قديم وهو يحتاج إلى الرطب، ورخص له النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار 60 صاعا. نعم. رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، متفق عليه. هذا المبرر، يأكلونها رطبا، ما ينحرمون أكل الرطب، قال لهم لا، كولوا من التمر القديم وكولوا من الجاف، لا، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. متفق عليه. وفي لفظ آخر رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك، أخرجاه. ولم يرخص في بيع التمر الرطب بالتمر، الرطب باليابس، لم يرخص إلا في هذه المسألة في العرية، ناس عندهم تمر قديم ويحتاجون رطب يأكلون مع الناس، فيجوز لهم يشترون بهذا التمر رطبا على رؤوس النخل بخرصه. نعم. وفي لفظ آخر رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك، أخرجاه. وفي لفظ بالتمر وبالرطب، رواه أبو داود. نعم. باب بيع اللحم بالحيوان. يكفي.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول طريقتي في إرسال المال إلى بلدي، يقول طريقتي في إرسال المال إلى بلدي هي كالتالي: فإني أسلم المال لرجل هنا بالريال السعودي، وهو يتصل على وكيله في البلاد الأخرى ويسلمها لوالدي بعملة ذاك البلد، هل هذه المعاملة شرعية؟ هذه تجوز للحاجة، هذه يسمونها السفتجة، يسمونها السفتجة، تسلم دراهم لشخص هنا، دراهم لنقود سعودية، وهذا الشخص يكلم محله اللي في بلده أنهم يعطونهم من نقود البلد الذي عندهم، هذا لا بأس به، هذه مسألة السفتجة. نعم فضيلة الشيخ، لأنك لما سلمتها النقود صارت دينا في ذمته، دينا في ذمته، وهو اتصل على أهل محله هناك يعطونهم صرف هذه النقود. العادة أن الصرف لا بد يكون يدا بيد، لكن جاز هذا في السفتجة بحاجة الناس إلى ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أبي قد اشترى سيارة عن طريق قرض الربوي، وأنا أريد أن أكفر عنه الآن هذه الكبيرة، فما الواجب علينا؟ شو يقول؟ يقول حفظك الله: أبي قد اشترى سيارة عن طريق قرض الربوي، وأنا أريد أن أكفر عنه الآن هذه الكبيرة، فما الواجب علينا؟ ما هذا الشيء مضى وانتهى وصار في ذمته، عليه التوبة إلى الله وعدم العودة لمثل هذا، هو اللي يتوب من هذا ولا يعود له، ومن تاب تاب الله عليه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يقوم بعض أصحاب محلات الذهب باستدانة مجوهرات الذهب، وذلك بأن يستدين مثلا كيلو ذهب مصاغ إلى شهر، ثم يقوم بدفع أجرة الصياغة، ويبقى عليه كيلو صافي من الذهب بعد دفع أجرة الصياغة، ثم إذا حل الشهر قام بسداد المال، يقول: هل هذه المعاملة جائزة؟ لا، هذه ربا، لا تجوز، هذا ربا النسيئة، ما يجوز إلا يدا بيد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل اشترى سلعة مسروقة من شخص وهو يعلم ذلك، ثم باعها وهو قد تاب، فما الواجب عليه؟ هذا حرام ولا يجوز، ما دام تعلم ان هذا ما هو ملك للشخص الذي اشتريته منه، تعلم انه سارقه، لا يجوز لك تشتريه منه، لا يجوز لك، حرام عليه، حرام عليك وعليه هذا العمل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق في الحكم بين آكل الربا وبين مستحل الربا؟ اي نعم، هناك فرق، مستحل الربا يكفر، اما الذي ياكل الربا وهو مقر بانه حرام وانه هذا لا يكفر، ولكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم فضيلة الشيخ، يقول الربا حلال ألا فيه شيء، هذا مرتد يكفر والعياذ بالله. أما إنسان تعامل بالربا ولم يستحله، هذا لا يكفر، ولكن يعتبر مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول حفظكم الله قريب منه، يقول: هناك من يقول بأن الذي يأكل الربا ويقول: أنا أعلم أنه حرام لكنني مع ذلك سآكله، فإن هذا يعد مستحلا وهو كافر، فهل هذا الكلام صحيح؟ لا، ما هو بلزوم أنه مستحلا له، ومعترف أنه حرام ومعترف بالذنب، ما هو مثل اللي أكله يقول حلال، هذا حلال، ولا تخرطون علينا تقولوا ربا ما ربا، هذا حلال، هذا مرتد عن دين الإسلام، لكن اللي يأكله يعلم أنه ربا ألا يكون مرتكب لكبيرة ولا يرتد بهذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول:
بعض الكتاب في الصحف يذكر دائما أن الأوراق النقدية لا يدخل فيها الربا، ويذكر أمورا كثيرة بشأن هذا. يقول هذا كذاب، هذا كذاب، يدخلها الربا مثل أصلها، مثل أصلها. يعني الربا الآن ما فيه ربا، لأن ما عندنا الآن إلا نقود ورقية، يعني راح الربا انتهى. من يقول هذا القول إلا جاهل أو ملحد؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان لدي أرز من نوع جيد ثم بعته على شخص برز أقل جودة منه على أن يكون الكيلو باثنين كيلو. لا، ما يجوز هذا. بع الرز الرديء بدراهم واشتر بالدراهم جيدا، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عند صرف العملات عملة بعملة أخرى، هل يجوز الزيادة في هذا الأمر؟ إذا اختلف الجنس بين النقدين يجوز الزيادة، لكن ما يجوز التأجيل. أما إذا اتحد الجنس فلا تجوز الزيادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كانت المؤسسة تتعامل في الربا، فهل المحاسب الذي يكتب المصاريف داخل هذه المؤسسة يدخل تحت كاتب الربا؟ ملعون، هذا ملعون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي يكتب في مؤسسة ربوية أو في بنك ربوي يكتب، هذا ملعون، لأنه يناله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. هذا كاتب للربا. نعم. ألا يتوظف في البنك الربوي؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يقول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل يراد به التماثل في الأصناف، وأما قوله سواء بسواء فيراد به التساوي في الوزن والكيل، يقول هل هذا القول صحيح؟ وش هالكلام هذا؟ ما فهمنا، ما فهمنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: يكثر في محلات الذهب أن يبيعوا الذهب الجديد بمثل وزنه ذهبا مستعملا وزيادة فلوس أو زيادة مال. لا، ما يجوز هذا. أرى يبيعون الذهب القديم ويشترون بثمنه ذهب جديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما كان يوزن في السابق ثم أصبح يكال أو بالعكس، يقول هل يدخله الربا؟ نعم، يدخله الربا، لأن أصله مكيل أو موزون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، معاملة التأجير المنتهي بالتمليك، هل هي صورة من صور الربا وهل منعت لذلك؟ إيش؟ معاملة التأجير المنتهي بالتمليك، هل هي صورة من صور الربا وهل منعت لهذا السبب؟ لا، ما هو من صور الربا بيع التأجير المنتهي بالتمليك، هذا لأن البيع ما جزم فيه، ما هو بيع مجزوم به وقت العقد، وإنما وقت العقد تأجير ثم يتحول فيما بعد إلى، وعقد الربا يكون منجز، ما يكون مؤجل يعقد بعدين، لا، لازم في الحال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في بلادنا بعض تجار التمور يشترون منا التمر الرديء الذي لا يصلح إلا للبهائم ليخلطوه مع التمر الجديد ويبيعوه على الناس، هل يجوز لنا؟ هذا غش. هل يجوز لنا أن نبيعه على هؤلاء التجار؟ لا، إذا علمتم أنهم يغشون به المسلمين أو غير المسلمين، ما يجوز الغش لا للمسلم ولا غير المسلم، ما يجوز الغش، فلا تتعاونوا معهم على الإثم والعدوان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل أخبروا عنهم، الواجب أن تخبروا عنهم من أجل أن يؤخذ على أيديهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين ربا النسيئة
وبين بيوع التقسيط؟ ربا النسيئة فيما يجري فيه الربا، أما بيع التقسيط ما هو كل التقسيط حرام، لما يجري فيه ربا ما في بأس تقسط وتبيع السيارة بثمن مؤجل على أقساط، ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بطاقات الاتصال تختلف من شركة إلى أخرى لكن القيمة واحدة، هل يجوز أن يشتري بطاقة من شركة ببطاقة أخرى ويزيد مالا؟ والله ما أعرف هذا، هذا لازم يكتب السؤال ويرسل للإفتاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا من الطعام في الحديث، فهل الأرز والشعيرية وغير ذلك تدخل وتقاس على هذه الأصناف؟ ما في شك، ما هي بتقاس، هي منها، هي منها طعام، كلها طعام، سواء رز سواء بر سواء شعير سواء ذرة، كلها طعام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: تسمية الربا الذي تدفعه البنوك بأنه فوائد، يقول: هل يجوز تغيير هذه التسمية والتعامل بها؟ الربا ربا ولو سمي بغير اسمه، ما هو ربا ولو سمي بغير اسمه، سمي فوائد سمي معاملات، ما هو ربا، ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض البنوك عند وضعك للمال فيها وإيداعك للمال تقوم بإهداء العميل بعض الهدايا، هل يجوز للعميل أن يأخذها؟ لا، ما يأخذ من البنك هدايا، يودع للضرورة للحفظ فقط، يودع للحفظ فقط ولا يأخذ منهم هدايا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أن أبيع التمر الرديء على الشخص نفسه الذي سوف أشتري منه التمر الجيد؟ إذا كان هذا من باب الحيلة ما يجوز، أما إذا كان ما هو من باب الحيلة فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: اليوم في الأسواق يباع التمر عن طريق الوزن لا عن طريق الكيل، يقول: هل يؤثر هذا في الحكم؟ لا، ما يؤثر في الحكم، الكيلو ما يؤثر في الحكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا اختلف نوع التمر كتمر مثلا سكري بتمر خلاص، هل يجوز الزيادة في هذا أو هذا؟ لا، يبيع التمر اللي هو ما يرغب فيه يبيعه، يشتري بثمنه، يشتري بثمنه التمر الجيد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيع الجمع بالدراهم، الجمع هو التمر الردي، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا وهو الجيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الزبيب من الأصناف الربوية؟ نعم، من العنب، هو جاف، الزبيب هو جاف في العنب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أن أبيع قلادة منقوشة وقد حصل عليها بعض التعديل بقطعة من الذهب الكامل؟ يبيع إيش؟ هل يجوز أن أبيع قلادة منقوشة وقد حصل عليها بعض التعديل بقطعة من الذهب الكامل؟ لكن القلادة منين هذه؟ ذهب، ذهب ما يجوز بيعه بذهب إلا متساوي، ما يجوز بيع القلادة التي من الذهب بذهب إلا متساويا في الميزان أو في المقدار، يعني ربا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: نشتري الذهب في بلادنا وتكون يقول نشتري الذهب في بلادنا وتكون الخواتم فيها فصوص كريستال وغيرها، ويشترى ويوزن مرة واحدة بما فيه من الفصوص وبسعر واحد، فهل هذا من الربا أم لا بد من فصله؟ إنسان يشرى بمثل ما فيه، بمثل ما فيه من الذهب لا يجوز هذا، أما إن كان يباع بدراهم، الذهب الفصوص من الذهب تباع بدراهم أو بغيرها من السلع فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
السيارة بالسيارة والغنم بالغنم والجوال بالجوال، يقول هل هذه أمور تدخل فيها الربا؟ لا، هذه ما هي بربوية. السيارة بالسيارتين ما فيها ربا. الحيوان بالحيوان ما يدخله الربا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل يجوز لي أن أخذ قرضا من البنك؟ يقول لي إنه هناك حديد سيبيعه علي، والحديد خارج المملكة ثم يشتريه. ما يجوز إلا تشوف الحديد وتقبضه وتنقله من محل البايع. ما هي بلعب المسألة. يقول لك عندي حديد في كذا وكذا، وهذا كذب. لازم تشوف الحديد ولازم تستلمه وتنقله من محل البايع وتصرف فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول هل يجوز أن أبيع أرضا كبيرة في موقع بعيد بأرض صغيرة داخل البلد؟ لا بأس بذلك، هذا ما هو بربوي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا اشترى شخص قلادة من ذهب وفيها خرز واشتراها بالريالات السعودية وليس بذهب، فهل يلزمه أن يفصل الذهب عن الخرز؟ إذا باع بغير جنسه ما يخالف. باع الذهب بفضة هذا بغير جنسه ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز شراء الذهب أو الفضة عن طريق الشبكة أو عن طريق الصراف؟ لا، لازم من التقابض، لازم من التقابض في المجلس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل العرايا تكون في التمر خاصة أو تشمل العنب أيضا؟ لا، تمر خاصة. فيما وردت به وردت في التمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول كنت أبيع الذهب الجديد بالذهب القديم كيلو بكيلو، ولكن هناك فرق بدفع أجرة المصنعية، هل مثل هذه المعاملة جائزة؟ لا، بيع الذهب وخذ ثمنه وبعدين اشتري الذهب الذي تريده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عند عد الأصناف الملح والشعير والحنطة والتمر، يقول وما والحنطة البر. نعم. والبر والتمر وما وافقها في العلة، هل يجوز أن أشتريها عن طريق الدين بأن أشتري هذه الأصناف وأؤجل دفع المبلغ؟ إذا در بدراهم ما يخالف. اشتريتها بغير الطعام، اشتريت الطعام بغير طعام، دراهم ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من اشترى بيتا عن طريق الربا وهو الآن تائب، يقول ما الواجب عليه غير التوبة؟ وهل يلزمه أن يعيد البيت أو يبيعه مرة أخرى؟ لا، ما يكفي هذا. اشتراه بربا فيبيع البيت ويتخلص من ثمنه، يضعه في جمعية، يضعه في شيء يتخلص منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل آخر يقول حفظكم الله، إذا تاب الإنسان من الربا وكان عنده شيء من الأموال الربوية، هل يجوز أن يدفعها إلى الفقراء أو أنها إنما توضع في مشاريع عامة؟ يدفعها إلى الفقراء لا، على أنه صدقة، على أنه يريد التخلص منها فيعطيها المحتاجين، مثل المال الضائع يعطى للمحتاجين، وإذا وضع في جمعية لا بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول عندي شركة في بلاد المغرب لبيع النوافذ والأبواب، فإذا جاءني زبون عرضت عليه صور النوافذ والأبواب الموجودة، فإذا اختار أحدها أخذت منه عربونا ثم أقوم أنا بشرائها من فرنسا ثم أبيعها عليه، هل فعلي هذا جائز؟ نعم، جائز، لا بأس به. نعم. لكن ما تبيعها عليه
وهي أنت ما تملكها، ما تبيعها لما تملكها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أنه من السنة أن يعرض الرجل ابنته للزواج على الرجل الصالح؟ اي نعم، هذا شيء طيب، تختار لها زوجا صالحا يزوجها إياه، وهذا شيء طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يسأل يقول: ما حكم قراءة الكتب الدينية المترجمة إلى اللغة الفرنسية، وهل يلزمنا معرفة المترجم أو يكفي أن نعرف المؤلف الأصلي إذا كان معروفا بعقيدته الصحيحة؟ ألا إذا كان فيها غلط، تشوفون فيها غلط، لا يجوز لكم، لازم يعدل الغلط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تخصيص شهر رجب بصيام الاثنين والخميس والأيام البيض؟ بدعة، شهر رجب لا يخصص بشيء، لا يخصص بشيء، لأنه لم يثبت فيه شيء من فضائل الأعمال وكسائر الشهور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد وهو مقيم هنا يقول: اثنان من إخواني ينتميان إلى الطريقة الصوفية، وقد طلب مني أن أشتري لهما جوالا، وربما قد يستعملونه في البدع أو في سماع شيء محرم. سؤاله: هل يجوز أن أشتري لهم ذلك وأبعثه إليهم؟ الجوال مباح تشريه لهم، إلا إذا علمت أنهم يستعملونه في شيء محرم فلا تشتريه لهم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا لم تعلم تشتري لهم، ما في بان. نعم. وهذا حفظك الله ووفقك يقول: هل يجوز لي أن أشتري أجهزة الآيباد والأجهزة المسمات بالذكية الخاصة بالأطفال، أن أشتريها لطفلي ويكون فيها ألعاب وصور؟ لا، إذا كان فيها محذور شرعي فلا تربي ولدك على هذا، أما إذا كان ليس فيها محذور شرعي فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز تعليق صورة للمسجد النبوي أو للكعبة أن تعلق على جدران البيوت؟ لا، لا يجوز هذا، لأن هذا ربما يتبرك بها وربما يعتقدون فيها، لا يجوز هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة المعتدة من طلاق بائن، هل لها أن تتزين وتلبس ملابس جميلة، أو هي مثل المعتدة من وفاة؟ لا، ما في مانع، ما في مانع أنها. نعم. وش السؤال؟ حفظك الله، يقول: المرأة المعتدة من طلاق بائن، هل لها أن تتزين وتلبس ملابس جميلة، أو هي مثل المعتدة من وفاة؟ أي نعم، لا تتزين ما دامت في العدة، ما تتزين، لأنها ربما تخطب ويعقد عليها، فلا تتزين حتى تنتهي عدتها وتعرض للخطاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا منعت الزوجة زوجها حقه في الفراش، هل يجوز له أن يمنعها من النفقة؟ يمنعها إيه؟ من النفقة. من النفقة، إذا كان إنه هذا يردعها عن ما ترتكب فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس ما يسمى بالحذاء كعب العالي؟ إيه؟ يقول امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لها أن تلبس الحذاء الذي فيه كعب عالي؟ لا، ما يجوز هذا، لأن هذا تصنع، هذا تصنع فيما ليس من خلقتها، لا يجوز له هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: حججت منذ 5 سنوات، وفي أيام منى، أيام رمي الجمار،
نزل منها تقول دم لونه أسود، يقول فما حكم حجها وهل عليها كفارة في ذلك؟ فقط ممنوعة من الطواف بالبيت، ممنوعة من الطواف بالبيت وهي حائض، أما ما عدا ذلك من أعمال الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول توفي والدي منذ سنوات، وكان قبل الوفاة حالته الصحية متعبة، وكان يصوم بعض رمضان ويفطر بعضه لمرضه ثم توفي، يقول هل نقضي عنه هذه الأيام التي أفطرها؟ إذا كان مات في المرض الذي من أجله ترك الصيام فلا يقضى عنه، أما إذا كان شفي وعوفي وأخر القضاء حتى مات فيقضى عنه لأنه يعني تقرر في ذمته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل الأجر في مكة هل هو مضاعف في جميع الأعمال الصالحة أو هو خاص بالصلاة فقط؟ والله الذي ورد في الصلاة، الذي ورد المضاعفة فيه الصلاة، الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه، الصلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة فيما سواه، الصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة فيما سواه، المضاعفة وردت في الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز للمرأة أكرمكم الله أن تغير حفاظات أطفالها داخل المسجد مع الحرص على عدم تنجيس المكان، أم أن الملائكة تتأذى بالرائحة فلا يجوز لها ذلك؟ إذا كان فيه رائحة فلا تدخل بهم المسجد، أو حدث منهم رائحة إنها تخرج بهم عن المسجد وتغير لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل هناك دعاء مشروع إذا أتى الغبار على البلد؟ الدعاء مشروع، أتى الغبار أو ما أتى الغبار، دعاء الله جل وعلا مشروع وطيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يسأل فيقول هل يجوز أو هل يصح الجمع بين الصلاتين إذا كان بسبب الغبار؟ لا، ما يجمع بين الصلاتين بسبب الغبار، الذي ورد أنه يجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء لأجل المطر والوحل والريح الباردة الشديدة، وأما بقية الصلوات فلا يجمع بينها من أجل الغبار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فإن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، هل له أن يزيد ربنا ولك الحمد ولك الشكر؟ ما وردت ولك الشكر، لكن يزيد يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نعم، من الوارد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بعض الأئمة إذا كانت السجدة الأخيرة في الصلاة فإنه يطيلها ويختم بها، يقول هل يجوز هذه الإطالة؟ لا.